البنات جيت هنا للالي، كنت محتاجه غير جديد وانا نضرب دوار هنا في كيجيبوا هادشي ديال سميتو، لقيتهم جابوا هادو ديال التمرين زوين، شفتوهم لا ماتيير ديالهم زوينه، كاينين بحال هادو اللي كيجيو طوال بحال هكا، وكاينين هادو اللي مربعين بحال هكا، يعني كتقسمي على حساب المجار ولا على حساب فين انت غديري. انا دابا كنشوف وكنضرب الحساب على حساب المجر ديالي، عجبوني هادو، جايبين حتى هاد لي بوط هادو ديال الشتا ولا الشتوى، مبانوش ليا فيهم ديال الدراري، شتوهم هادو ديال الكبار كاع، داري لهم 15 دولار، وهادو تقريبا بحال هادشي لي انا لابسه، تقريبا في الشكل بحالهم. صراحة عجبوني هاد لي بوط هادو، وجايبين ديال الدراري الصغار، شوف الثمن داير لهم 10 دولارات، شوف على 10 دولارات، داير لهم هاد الجاكيطات هادو لي كيتواتو معاهم نوعا ما. قلبت بغيت تشوف شي وحده لساني، ما لقيتش القياس ديالو، كان اكبر تا يمكن هي مسافتي، هي اكبر تا دايرين هادشي ديال الرياضه. عجبوني هاد اللي كنت فيهم الجبل اللي طار وما بقاوش، بقاو غير هاد جوج كبر لي، ولكن صغير تزوين. انا كنت كان الكوين كنت نديه للدراري ودايرين معاهم هاد الطابيه هادي ديالي، شتي يعني كيجي تفريشه على حساب شنو غادي تاخدي انت، كتجي تفريشه زوينه. هاد الكوفر لي دايرين ليه غير 15 دولار، وهاد الطابيه هادي دايرين ليها 10 دولار، صراحة كبيرة مش كبيرة هاك، راه غير مطوية. شو دايرين، اما تاخدي لون واحد اولا تاخدي نفس الالوان اللي كاينين، هذا بحال هنا كاين صفر وكاين هذا البيستاج وكاين الموف، ها هو لا هذا فيه الاورانج، هذا لون هذاك لي لور، ولكن كما كتشوفوا بقاو غير جوج. مره كيجيبوا شي توشيات هنا في هاد الالي كيكونوا بياسات زوينين، والله الا جايه نشوف غير حاجه لي كتكون ما معولاش عليها، جايه ناخذ غير جافيل، والله الا حطيت الدراري وجايه نهز جافيل ونمشي نكمل شغلي، يعني ما معولاش كاع باش نفيلمي، ولكن ملي لقيت هادو ديال التنظيم عجبوني، وكاينين حتى هادو البنات دايرينهم في البيض ودايرينهم في العود، والثمن ديالهم كما كتشوفوا دايرين لهم 15 دولار. شتي هادي راه واحد جوج ثلاثة أربعة ديال البياسات، ودايرينهم في البيض. أنا بعدا هادو عجبوني، هادو هما ناخد منهم. جايبين حتى هاد الكراسي هادو ديال البيرو، شتي البنات دايرين ليه 30 دولار. شوفو هادو التفلاس ديال الحمام، ولكن منين دايرين ليهم 10 دولار، منين والله إلا زعما كيبان لك شي حاجة زوينة. هاد الباسكت هادو ديال الحوايج ديال اي حاجه دير ليهم 43، كل اللعاب الحوايج الوساخ يعني متعددين ديال الاستعمال. البنات شوفوا هنا لقيتهم جايبين هادو ديال، باقي حنا في الدي جايبين هادو ديال التنظيم، عقلت البنات هاد راه كنت شاركتهم معكم، كنت خديتو منهم هوم ديبو، كنت نظمت فيهم واحد الوقت سلعه وداكشي، دابا المهم كل واحد اش درت بيه، واحد نظمت بيه داكشي ديال سامي اللعاب وهذا، واحد دخلت عندي نظمت بيه سيكانوس باك. مهم هذا داير 29 وانا عاقله كنت واخداه اكثر من هاد الثمن من هوم ديبو، يعني هنا دايرين لي ثمن زوين،
وشوفوا هذا سهو، هذا اللي كيجي بحال هكا دير فيه الديكورات حطيه في اي بلاصه، حتى هو زوين كيجي بحال هكا بالعود. دايروا ليه 47 49. وهنا هادو ديال التنظيم ديال الطواليط البنات، هاد الحاجاكم ديال هادو اللي كيديروا فوق الطواليط هنا، عشان شحال كنت قلبت عليها ملي كنت في داري القديمه. دايره 49 49، يعني كل 50 دولار. شتو كتجي كلها بيضه بحال هكا، كتجي فيها تيروارا والفوق ديالها. وهاد كاين هادشي ديال لي زكسسوار ديال الحمام، هادشي دايره بعد الدرايات الحاجه خمسة. هنا هاد المرايه اللي كتلصق، شتو البنات كاينه فيها الالوان بحال هكا، فيها الالوان. وهاد كاينه هادي كتحط فيها التخربيق ديالك وداكشي. وكاينه هادي اللي صغيره زوينه، هادي صغيره ديرها تنبع الفوطات في الحمام، يعني متعددة الاستعمال، كل واحد يعني كيحطها في البلاصه اللي هو كيرتاح فيها. دايرين ليها 15 دولار 14 دولار. كاينه هادي البنات، هادي هادي اللي كدير بحال هكا كتعلق، دايره 35. بالنسبه للدريات اللي كيقولوا لي عطينا الثمن بالدرهم، بحال دابا هي اي حاجه سماتيها 35 زيد زارو، يعني بحال تقريبا 350 درهم. فهمتوا البنات الاخوات اللي كيسولوني على الثمن فيه، سوري. المهم البنات، من بعد ما جيت اول حاجه درتها هي خملت، بغيت نخمل البيت ديالي كما كتشوفوا. خويت الناموسيه ديالي، خليت حليت عليها الشراجم، خليت البرد يضرب. اصلا يعني اليوم الجو زوين، ديال بحال هكا الواحد اللي باغي يخمم، اللي باغي يشمش، اللي باغي يبر، يعني يدير واحد الهواء نقي في بيته. المهم انا كما كتشوفوا كلشي عريته هنايا، حتى من المخاد حيدت ليهم الغشيان ديالهم، جمعت واحد واحد السله ديال الوسخ حاشاكم، ضربت واحد الحكه للحمام ديالي حتى هو، ضربت واحد الحكه من فوق لتحت بالتيد وجافيل البنات. انا علاش مشيت نجيب جافيل؟ على ود هاد على ود هاد الحكه. المهم هادشي باقي عاد غادي نستفو. غسلت كلشي هنا، ضربت حكه عاد بديت كنغسل في هادشي. المهم حكيت الحمام هنا، كلشي كلشي ضربت له واحد الحكه كما كتشوفوا، هذا راه باقي معلق، عاد غادي نرجعو. مره كنبغي نضرب هاد الحكه، واخا يعني كنستعمل داك البرودويات وداكشي، مره كنبغي شي حكه تكون فيها على تاركه. درت الحمام الاخر حتى هو، درت له واحد الحكه واحد، سمحوا لي راه كنحاول نحيد حيت الدار عندي كل مرايات كنحاول من بعد، كعرف الواحد ملي كيكون سخون مع الحكان وداكشي. ضربت هنا هاد الحمام حتى هو، حكيت واحد الحكه ولكت هذا ساليتو، استفتو قديتو، رجعت له كل حاجه لبلاصتو. والله على ريحه النقله، لا ريحه جافيل. والله العظيم البنات، مره يعني واخا عندي دوك لانجيت كنمسح بيهم بشكل يومي وهكا، ولكن مره يعني مره في الاسبوع او لا جوج مرات في الاسبوع كنبغي ندير واحد الحكه ديال التيد وجافيل، يعني ضروري نشم جافيل في الحمام، عاد كنحس براسي رانا فعلا حكيت. المهم البنات، علاش خملت هاد البيس ديالي؟ يعني بغيت نضرب لي واحد التخميله دابا، عاد غادي ندوز الفاكيوم على الارض. على كل شيء بغيت ما نكذبش عليكم، انا هاد البيت ما بقاش عاجبني، هاد العود بحال هكا بغيت نغير. يمكن 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 نقدو نخرجوا نمشيو نقلبوا نشوفوا شي، نشوفوا يعني شي موديلات وهكا. دايره واحد الموديل في دماغي ولكن باقا ما طحتش عليه، يعني باغا نغير البيت، واخا الزوج ديالي كيقول لي ماشي دابا، ماشي وقته، ماشي هكا، ولكن انا بغيت نغير. ما نكذبش عليكم، هذا ديال هذا العود، يعني من نهار جيت هو كاين طلع لي في راسي، ما بقاش عاجبني هذا ديال العود. المهم راكم مازال معايا البنات، اي حاجه درتها راكم معايا في هذا النهار. المهم حقا ما قلتش لكم رانا ناصبه، رانا خدامه هك وهك ناصبه للطواجي هذا الكسكسو، حيت هذا النهار هذا ما عرفتش واش قلت لكم. المهم بيس الدراري راه حتى هو تخمل، كله مقاد. جمعت هنا الدار، كلشي مجموع، كلشي يعني مقاد. هادو راه القشاوش ديال سامي، قال لي خليهم هنا ماما. درت البريمه ديالي،
دايره الكسكسو ديالي البريمه كطيب كما كتشوفوا الخضيره. دابا بقى ليا غير غادي نكسكس وغادي نكمل عليا هاد الغداء. كما كتشوفوا حنا دابا عندنا 11:49 يعني 12 قال قسمين. هذا ما بقى راجل يعني هذا هو الوقت، ما بقى لي غير يشوف المنطقه فين نشرى البنات، نشرى فوق الكراسه ضروري حيت الجو زوين، الواحد يستغل بحال هكا الجو ملي يكون بحال هكا زويون. وهذا المهم نتمنى يعني نكون هاد بحال هاد النوع ديال الفيديوهات يحمسوا الاخوات اللي كتكون باغا تنوض ضربه واحد التخميله وعكزانه ولا شي حاجه بحال هكا، تشوف الفيديو ديالي وتحمس وتنوض. انا الناس راه ما نكذبش عليكم، انا غير كيبان لي الجو زوين كنتحمس، خصوصا دابا بدا الربع يعني كيبغي الواحد يغير يحيد الكوفر اللي يبدل يعني يدير حويجه هادو الكوفر اللي مبهاج يبدل شي شويه. المهم ضروري ما مني غنقاد بيتي غادي نوريه لكم. المهم راكم باقين معايا ودابا غادي نشارك معكم الحمام. الله على ريحه النقاد ملي كتنقاي كما كتشوفوا الحمام ديالي عادي يعني ما فيهش شي حاجه، عادي البنات عادي. اللي شنقول لكم النقا هو كل شيء، يعني حمام سامبل كما كتشوفوا الحمام هذا اللي عندي في بيت ناس عادي ما فيه حتى شي حاجه، يعني عادي عادي يعني ما نقولوش فيه شي حاجه، ولكن شنقول لكم البنات منقيه على طريقتي، عطيه واحد الطابع ديال البساطه ديال السامبل ديال الله البنات على ريحه النقا الله الله الله. المهم البنات كما كتشوفوا الحمام بعد ما كملتو داكشي حيدت له دوك طابيات حتى هما غادي نصبنهم، دخلت له هذا ديال هاد الطابيات هادو الموف. كما كتشوفوا البيض كيفتح يعني كيخلي الدنيا شويه كبيره. كما كتشوفوا الحمام ديالي عادي بسيط 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 بزاف، وقت عاطيه واحد واحد اللمسه ديالي كنحس به يعني كنحس بالحمام ديالي فيه واحد نوع من الدفء وفيه النقاء، هذا هو المهم البنات. ممكن ما كتشوفوا كل شيء يعني كنحاول نمشي على نخلي واحد البساطه في الحمام ديالي. المهم البنات هنا هذه كندايره فيها البرودويات حيت يعني كل مره كنغير كنديره في هذاك الشيء كنديره فيها هذا الشيء اللي كنغسل به وجهي، ومن هانيت نشارك مع الاخوات اللي بزاف ديال البنات اللي كيسولني على لاكام اللي كنديرها لوجهي او العنايه اللي كنديرها بوجهي. دائما كنقول لكم البنات كلينيك كلينيك، هذا الصابون هذا المرطب، وهذا البنات هذا كي بحال كملي كيتبدل الجو كتعود عندك واحد القشره وهكا. كما كتشوفوا هذا راه ما شاء الله راه كبير وباقي فيه. كنمسح به بحال هكا يعني كنغسل الوجه ديالي كنستعمل هذا بالقطن وكنمسح به البشره ديالي حتى كتنشف عاد كندير لها المرطب، ولا هذه العمليه هذا يعني هذا البرودوي هذا ما كنديروه حتى الليل. صافي كما كتشوفوا هنا عطيت هاد حطيت هاد الشميعه بطبيعه الحال ما كنكونش عليها دائما مره اللي كنكون مشعله، ودابا مع التصوير شعلتها وخليت هنا يعني درت هاد الوريدات بحال هكا وصافي. المهم كما قلت لكم هو نقى 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 يا سلام. عرفت البنات عيط لي الزوج ديالي يلا خرج من الجامع قال لي واش خاص شي حاجه نجيبها معايا، قلت له خاص اللبن ويجيب لي معاه اللبن، وجاب معاه هاد البوكيت فلوغ هذا، رغم ان باك عندي هذا اللي كان جاب لي في اليوم العالمي للمراه. كما كتشوفوا البنات وبغيت نشارك معكم هذه الحيله، انا كنت باغا نشاركها معكم وكنت دابا ملي جابت الوجيبه غادي نشاركها معكم. شتي هاد الوريقات هادو اللي كنوريكم هادو البنات معمرني ما لحت انا الورد، واخا كيبس بحال هكا كنخليه يبس مزيان، ومن بعد كنجمع هاد الوريقات ورقه بورقه كنفرتكهم وكنجمعهم بحال هكا في شي شبيكه كنجمعهم بحال هكا ديريهم مثلا في شي اناء ديال الدجاج وهكا وتزيدي عليهم دوك زيوت الاساس مثلا الخزامه تلقى يعني الريحه اللي كتعجبك عرفتو كيعطي واحد المنظر زوين وكذلك واحد الريحه زوينه، يعني ملي كت مثلا تسدي عليه في الحمام وتحلي الحمام عرفتي كتضربك واحد الريحه زوينه. ولكن انا اللي بان لي هاد الورد غير رجعته حيت باقي ما يبش مزيان، ولا كان باقي ما يبش فعوض باش يعطينا ريحه زوينه كيعطينا ريحه خايبه. علاش؟ حيت كيخمج. داكشي علاش خليه يبس مزيان عاد ديروا هاد العمليه. ورجعت الوردات هادو غنديرهم في واحد الفاز واحد اخر.
انا قديتهم البنات في هذا الفاز هذا كما كتشوفوا. كنهدي لجميع المتتبعات اللي عندي وحده بوحده هاد الوريدات الحمرين الغزالين، يعني وحده بوحده. شو كيما جاوا في هذا الفاز هذا، جاوا غزالين. صافي درت لهم داك البرودوي اللي كانوا عاطيه معاهم باش يبقى طري، يعني كنقطع ليه شويه من الاطراف من التحت ودرتهم في داك البرودوي. كنهدي لكل حبيبه كل حبيبه ورده بورده. زائد وها الكسكسو ديالي سقيتو، شحال زوينه تاكل الكسكسو على الورود. المهم هذا هو البن اللي جاب لي رجلي هذه المره البنات، مولا واعر زويون راه كناخذو دائما، وما عرفتش واش مشاركه معكم ولا لا. المهم نتغداو كما شرى المانطا ديالي باقا منشوره. نتغداو ان شاء الله ونتلاقاو. المهم البنات بغيت نوجد حريشه العشيه هذه. المهم هنا كما كتشوفوا في الجبانيه الكبيره درت واحد زلافه ونص ديال السميده رقيقه ديال الحرشه، وضفت عليها واحد ثلاثه المعالق ديال الدقيق ديال الفورس، واحد شويه ديال الملح، واحد رشاشه ديال الملح. كما كتشوفوا كنخلط هاد العناصر كامله مع بعض. كما كتشوفوا انا كنزرب حيت هاد الحرشه هادي عندنا معتمده في العائله. ويلا حطتها اختي سكينه في القناه ديالها، غادي يعني بالنسبه للاخوات اللي بغيو يشوفوها مبسطه وبشويه بشويه غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. ودخلوا شوفوا. مهم زدت عليها هنا واحد ثلاثه المعالق ديال السكر السنيده، وبطبيعه الحال الحلاوه كتبقى على حساب كل واحد، يعني كل واحد يدير اللي بغى. هنا خديت واحد ثلاثه المعالق ديال الزبده اللي ذوبتهم كما شوفوا بحال هكا، اولا بغينا نخليهم حراره المطبخ يعني حنا واللي بغينا. انا هنا ذوبتهم وكيف ما شفتوا في القبل يعني ما ذوبتهمش كاملين، غير سخنت المقله خليتهم كيذوبوا باش ما يكونش ثاني سخون بزاف. وكما كتشوفوا بسبس بها هذا الخليط ديال السميده وهادشي اللي درت. بالنسبه للاخوات السميده ديال الحرشه، يعني ديك السميده اللي كتكون رقيقه ماشي السميده الغليظه. وهنا عندي واحد الكاس ديال الحليب، ممكن كنستمر باش نبسبس هاد السميده هادي، كندخل فيها الزبده مزيان يعني باش كتجينا الحريشه زوينه. يعني خاصنا نديرو هاد العمليه بحال هكا مزيان، يعني غير بالصبيعات ديالنا كتسمى التبسبيس. المهم كنبسبسو مزيان السميده. ومن بعد كما شفتوا ضفت هنا واحد الخماره ديال الحلوى، ضفتها وغادي نزيد ندخلها في هاد الخليط هذا. هي كون يعني في البدايه كنت نغربلها مع الدقيق ديال الفورس كتجيني سهله، يعني نخليها حتى الاخر وندردرها معاهم، ولكن حتى هكا كتجي مزيانه. المهم المكونات هما هكا، هذه الطريقه باش كنخدموها. كنبقاو مستمرين بسبسو فيها بحال هكا. انا هنا هاد الخمارات هادو اللي بقاو مكركبين ليا كنحلهم بالايد ديالي. ومن بعد كما شفتوا خديت واحد الكاس ديال الحليب وغادي نبقى نجمع في العجينه ديالي، وغادي تشوفوا ان شاء الله الكثافه ديال الخليط كيفاش خاصو يكون. هنا راه ليلى معاوناني كتخوي ليا، عرفتوا سبحان الله، عرفتوا فرمشت العين تقلب الجو. عرفتوا الوقت اللي صورت لكم كنت يلا دخلت الدراري، يعني يلا دخلنا، ما كايناش شي ربع ساعه 20 دقيقه باش دخلنا وشو الجو كيفاش عاد. وعرفتوا دابا مازال غنسالو نوريكم الجو كيفاش عاد. المهم البنات كما كتشوفوا هذه الكثافه اللي خليت فيها هذا
الحريشات ديالي غادي نديرهم يعني صغار هنا، اما نخدموا بهاد البلانشة اللي عندهم يعني هاد البلاكة هادي يخدم بها، اللي ما عندوش يخدم بمقلة التيفال او المقلة الثقيلة ديال المسمن، يعني داكشي اللي متواجد عندنا. المهم انا هنا ما عنديش هذيك الآلة ديال الحرشة اللي كيتراسيو بها الحرشة، كتجي سهلة. انا هنا كنشكل كما شفتوا غير بالإيد ديالي، غير هي يعني من كندردرها بهاد السميدة هادي. هادي السميدة شي شوية غليظة على السميدة اللي درت بها، ماشي ديك السميدة الرقيقة. كندردر بها بحال هكا وكنضغط غير على غير بالايد ديالي، كنحاول يعني باش كلهم نديرهم نفس الحجم، حيت كما قلت لكم ما عنديش هذيك الاله ديال الحرشه. بنات غادي نوريكم الجو كيفاش تقلب، سبحان مغير الاحوال. هذا النهار بعدا راك عشتوا معايا كيفاش الجو كان في الصباح مني كنا خارجين، كيفاش مني عرفتوا مني دخلت، دابا دخلت الدراري سبحان الله. هنا ما كيباش مزيان، باقي غير الجه السارد. غادي نوريكم البالكون، عرفتوا ما بقى لا ثلج لا حتى شي حاجه، فرمشه العين سبحان الله، بحال تقول كانت غير. شوفوا السماء، شوفوا السماء، يعني باقا واحد الغمامه هنا الفوق، ولكن صفات بالنسبه للقبيله راكم شفتوا كيفاش كاين. يعني هادشي كامل ما كاينش حتى شي ساعه ما كاينه، فين هو الثلج اللي كاين؟ شوفوا باقي شي شويه تما في هذاك الكازون، شي شويه. سبحان مغير الاحوال والله العظيم، سبحان مغير الاحوال. تما البنات بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على الصداع ديال لوطوروت، فعلا يعني الا ريحتي في البالكون داكشي هنا كاين صداع، يعني ماشي داك الصداع كتسمعي ديال الطرق مشيان ديال الطوموبيلات وداكشي، ولكن هاد انفو البنات كان مسد، ما بقى والو، ما بقى لا صداع لا حتى شي حاجه. ومشي نكملوا الحرشه ديالنا، لا نقابلوا الزنقه ونحرق الحريشه ديالي. وهالحريشه ديالي البنات كتجي رائعه كما قلت لكم، غنخلي لكم في صندوق الوصف بالنسبه للاخوات اللي بغيو يعني بشرح مبسط، غنخلي لكم الطريقه في صندوق الوصف، يعني ادخلوا الفيديو غادي تلقاو فيه الطريقه مبسطه. غادي ناكلوا الحريشه ديالنا وغادي نمشي نكمل الفرش ديال البيت، حيت باقا ما فرشتوش، وبطبيعه الحال غادي نشاركوا معكم من بعد ما نفرشوا. المهم البنات كملت البيس ديالي، غادي نشارك معكم هذا الكوفرلي، هذا اللي بزاف البنات كيسحب لهم كوفرلي، يعني كنت شاركت معكم بعض المشتريات وسولوا عليه بزاف الاخوات. هذا البنات راه ماشي كوفرلي، انا غادي نوري لكم حاجه بحاجه. هذا اللي كتشوفوه راه كل حاجه مخوده بوحدها، شي هذه المخده هذه راه غتصادفت معها وخديتها بوحدها وطلعت مع هاد الميطه، يعني جات اللوينات وداكشي بحال هاد المخده الكبيره كما كتشوفوا، حتى هي فيها نفس اللوينات، يعني في هذاك الغوز بارد زائد البيستاج. وهاد المخدات اللي عندي في الجنب هادو راه خديتهم قدام، راه شاركتهم معكم وقال كاع النهار خديتهم، جا الجنب ديال هاد المنطه هادي جا بحال هادي، راه منطه صغيره من هادو اللي كيتلاحوا فوق الفتيات البنات، راه ماشي كوفرلي، غير انا مني كنسقها يعني كندير ليها هاد الكوفرلي هذا الغليظ في نفس اللون ديالها، يعني في نفس اللون ديال الارضيه ديال هذيك المنطه، يعني بلون كاسي كيجي يعني في الشوفه بحال هكا بارته، كتبان بحال اللي راه كوفرلي. انا غادي نقرب لكم وغادي تشوفوا كيبان يعني بحال اللي راه كوفرلي وراه ماشي كوفرلي، راه كل حاجه خديتها بوحدها وتقام رخيص 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 من غادي ناخذ كوفرلي كامل. هانتوا انا قربت لكم البنات باش تشوفوا، راه لتحت كوفرلي بوحدو والفوق هذه الفوقانيه مينطا. المهم غيرت شويه في الديكور، دخلت هاد الشجره هادي، هاد الشجره البنات راه ماشي حقيقيه، راه غير فيك، يعني اكيد الا كانت حقيقيه ما ندخلهاش لغرفه النوم. وما بقى لي البنات وقال غادي نحبس الفلوق وغادي نودعكم الفيديو قادم ان شاء الله.